صباح الخير. الفيديو ده اجابه لاسئله كتير قوي جبتها الفتره اللي فاتت عن الفرق بين انواع الاجهزه اللي احنا بنستخدمها. الحمد لله على مدار السنين اللي فاتت ربنا وفقنا، انا اشتغلت في كندا، اشتغلت في انجلترا، اشتغلت في اكتر مكان، فبدات اشوف ايه احدث اجهزه موجوده على مستوى العالم ونحاول ان احنا نجيبها ونوفرها هنا في الحالات بتاعتنا بحيث ان احنا نقدر نوصل ليكم باحدث تقنيه موجوده على مستوى العالم تكون متوفره هنا. وبناء عليه جمعنا لكم اجيال مختلفه من جهاز المايكرو اير الامريكي الغني عن التعريف. هو جهاز باور اسيستد لايف ستكشن، يعني بيعتمد على ترددات قوة عن طريق الهاند بيس بنوصل بيها الكاميرا بتاعتها، وبنقدر نتحكم في القوة بتاعت الترددات ديت سواء بالزيادة أو بالنقصان. ده كان الجيل القديم، وده أحدث إصدار ليه على مستوى العالم كله اللي هو جهاز المايكرو إير، ده مخصص لشفط وشد الجلد. معانا جهاز اللايف ساوند، هو إصدار من أجهزة الفيزر، بيشتغل بنفس التقنية بس تقنية مختلفة شوية. أنا معايا هاند بيس، الهاند بيس دي بنوصل لها برو أو كاميرا، الكاميرا دي بتطلع موجات بتفتت الدهون وتسيحها، واقدر ان انا بعد كده اشتغل على شفط الدهون عن طريق جهاز المايكرو اير. وده التكنيك الاحدث في العالم اللي بيجمع ما بين مميزات الفيزر ومميزات المايكرو اير، وده تقريبا مش هنلاقيه عند حد تاني. جهاز لايت اوماتيك الغني عن التعريف الايطالي، هو جهاز فكرته قريبه جدا من جهاز المايكرو اير، ان هو باور اسيستد لايت فاكشن، بيعمل شفط للدهون عن طريق تردد ميكانيكي وبرضه بيشد الجلد، وجهاز قوي جدا وحديث جدا واحدث اصدار من لايت اوماتيك. ومعانا اخر جهاز هو جهاز لايت ستيج السويسري اللي انا تعريف، هو جهاز مخصص لمعالجه وحقن الدهون عند السيدات. بنعمل بيه نظام الدائره المغلقه، اننا بنشفط الدهون على برطمان معقم عن طريق جهاز المايكرو اير، وبعد كده نعديها على جهاز لايت سيرش يعالجها ونحقنها تاني بطريقه مغلقه 100%، وبالتالي اننا نقدر نوصل لحقن المقطره البرازيليه او حقن الدهون في اماكن مختلفه من الجسم باحدث تقنيه باسرع وقت. اتمنى ان احنا بسرعه نكون عرضناكم الاجهزه المتوفره معانا. مستني استفساراتكم كالعاده في الكومنتس، اشوفكم على خير.